الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. أهلاً وسهلاً بحضراتكم في تغطية جديدة على موقع صدى البلد. خلال الساعات الماضية حدثت أزمة كبيرة بسبب اعتراض أولياء الأمور على قرار بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة في 18 من إبريل، وده طبعاً أثار حالة كبيرة من الجدل، وتدخل وزير التربية والتعليم لحل هذه المسألة. لكن ما هو الموعد النهائي الذي تم تحديده لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني؟ ده اللي هنعرفه من خلال تغطيتنا، تابعونا. بدأت الحكاية عندما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في بيان رسمي لها عن مقترح موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2022، وجاء فيه بدء امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي يوم الاثنين الموافق 8 من إبريل الجاري، وبدء امتحانات الصفوف الإعدادية في 18 من إبريل، وده طبعا هيتزامن مع أعياد المسيحيين ومخالف لما أعلنته الوزارة عن بدء الامتحانات في شهر مايو المقبل. وطبعا فور الإعلام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اعترض الأهالي، وقالت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولدنا، قالت إنه من الصعب بدء امتحانات في 18 من إبريل لأن المناهج المقررة لم يتم الانتهاء من تدريسها في المدارس حتى الآن، وما زالت هناك وحدة كاملة في كل مادة لم يتم تدريسها. وأكدت شيرين حمدي مؤسس ائتلاف التعليم مشروع أمة أن منهج الفصل الدراسي الثاني غير ملائم نهائيا للمدة الزمنية المقررة للترم الثاني. وتسأل العديد من الناس عن سبب إصرار مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب مدارس القاهرة في 18 من إبريل رغم قرار حظر عقد أي امتحانات لطلاب المدارس خلال هذا الشهر. وقال مصدر مسؤول من داخل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس بتبدأ كل عام في نهاية أبريل، ولكن المشكلة هذا العام أنه عند وضع المواعيد المقترحة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس بالقاهرة فوجئ مسؤولي المديرية بأن الأسبوع الأخير في إبريل أجازة وأيضا أول أسبوع في شهر مايو إجازة، وده السبب اللي اضطر مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 18 من إبريل لضبط مواعيد امتحانات كل الصفوف التعليمية بدون حدوث أي تكدس في لجان الامتحانات، وبطريقة تسمح بالالتزام بضوابط العملية التعليمية وتأمين لجان الامتحانات ومراقبتها بشكل سليم. لكن الأسباب اللي صرح بها المسؤولون غير مقنعة بالنسبة لأولياء الأمور اللي اعترضوا بشكل كبير على القرار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور تدخل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، واللي أكد أنه تم التواصل مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وباقي مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات من أجل الالتزام بالخريطة الزمنية لمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي وضعتها الوزارة. وبالفعل أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتاباً دورياً بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، ونص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وأيضا قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء جميع الجداول الامتحانية اللي تم إعدادها بشكل مختلف عن المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم. أما بالنسبة للمناهج الدراسية ومواصفات الامتحان، فأكد الكتاب الدوري استمرار المناهج الدراسية طبقا لخطة توزيع المناهج المعتمدة من السلطة المختصة والالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل مادة. أيضا حرصت مديرية التربية والتعليم على الرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها. وأعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تقرر بشكل نهائي أن تكون مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها لمراحل النقل بالابتدائي والإعدادي للعام الدراسي الجاري ستكون بداية من 7 من مايو المقبل. وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها تكون نهائية،
وتتفق مع الخطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للدراسة. وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن فكرة عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لتلاميذ صفوف النقل بمدارس القاهرة يوم 18 من إبريل الجاري كان مجرد مقترح لموعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني وليس موعد نهائيا. وقال أيضا أن المقترح تم إعداده على خلفية أن الفترة من 21 من إبريل حتى 6 من مايو جميعها أجازات يتخللها يومين عمل فقط. وقال أنه يتم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة قريبا لجميع الطلاب. وبكده نكون وضحنا لحضراتكم القرار النهائي بشأن منع عقد أي امتحانات خاصة بالفصل الدراسي الثاني في شهر إبريل. نصل مع حضراتكم أيضا إلى نهاية التغطية. بشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.